بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. محاضرتنا اليوم بعنوان Properties of the Z Transform، خواص تحويل الزيت. بعد ما أخذنا بالمحاضرة السابقة تحويل الزيت وتعلمنا كيفية إيجاد التحويلة لعدة سيكونس أخذناها بالمحاضرة السابقة، اليوم راح نأخذ البروبرتيز. هذه البروبرتيز إذا أتقناها راح نتعلم كيفية التحويل إلى من الـN domain إلى الـZ domain، من الـTime domain إلى الـZ domain بطرق سهلة وبسيطة، ممكن تختصر لنا أو تخلينا نستغني عن الـ definition، التعريف. فأول خاصية اللي هي اللينيرتي، فلو كان عندي تو سيكونس، سيكونس الاول اكس 1 اوف الان التحويله مالته اكس كابيتال للزيت، والسيكونس الثاني اكس 2 التحويله مالته اكس 2 اوف الزيت. فلو كان عندي سيكونس جمع من عباره عن جمع التو سيكونس اكس 1 واكس 2 بس مضروب بكونستانت، يعني x of n الجديد اللي هو هذا السيكونس a1 في x2 او x1، هنا هذه تصحح خطأ في الطباعة، x1 of n زائد a2 x2 of n. فهذا السيكونس اللي هو عبارة عن تو سيكونس مجموعات مضروبات في كونستانت a1 و a2، التحويلة مالته راح تكون تحويلة الزيت سيكونس جديد x of n يصير x of z سيكونس جديد، عبارة عن السيكونس الأول، تحويلة مالت السيكونس الأول مضروب في كونستانت نفس الكونستانت، زائد تنزل الزائد السيكونس الثاني، تحويلة مالت السيكونس الثاني اللي هي x2 of z مضروبة بال a2. راح ناخذ اكزامبل، example 3 2 1 determine the z transform and the ROC of the signal. هذا السيجنال x of n 3 2 اس n ناقص 4 3 اس n مضروبة كله باليو of n. لو عرفنا السيجنال هذه نبدي نجزئها، الجزء الاول نسميه x1 اللي هو 2 اس n يو of n. السيكونس الثاني، الجزء الثاني راح نرمز له ب x2 فممكن إعادة كتابة السيكونس x of n يساوي 3، نرفع هذا 3 2 أس n نكتب نعوض مكانه x1 حسب الفرضية مالتنا، وهنا نعوض مكانه x2. هسه نجي نطبق خاصية اللينيارتي، عندي تو سيكونس، سيكونس متكون من تو سيكونس، اذا اريد اوجد له تحويل الزد ف اوجد التحويله مال السيكونس الاول واضربه بالكونستانت a، واوجد التحويله مال السيكونس الثاني واضربه بالكونستانت b، بعدين اجمع التو سيكونس حسب خاصيه اللينيرتي. فإذا أجي السيكونس الأول، نبدأ شوية نسترجع من المحاضرة السابقة، السيكونس عبارة عن هو ألفا أس إن يو أوف الإن، 2 أس إن يو أوف الإن، هنا الألفا تساوي 2 بالسيكونس الأول بإكس 1، الإكس 2 هنا تساوي 3، فتحويلة الفا اس ان يو اوف الان زد ترانسفورم لها 1 على 1 ناقص الفا زد اس ناقص 1، والار او سي ماجنتود زد اكبر من ماجنتود الفا. فهنا هذا راح نحوله او نوجد له التحويل حسب التحويلة السابقة اللي وجدناها. فنجي نعوض عن الفا ب 2 راح يصير x1 2 اس ان يو اوف الان، اذا التحويله الها حسب هذا الديفينيشن او هاي التحويله الجاهزه 1 على 1 ناقص الفا، هنا ايش قد نعوض عنها 2 زت اس ناقص 1، ار او سي ماجنتيود زت اكبر
من ماجنتيود الفا بالحالة الأولى ايش قد؟ راح يكون 2. إذا التحويلة للجزء الأول هو صارت 1 على 1 ناقص 2 زد أس ناقص 1 ار أس سي أكبر من 2. اكس 2 بنفس الطريقة راح تكون هنا الألفا 3 فراح يصير 1 على 1 ناقص 3 زد أس ناقص 1. إذا وجدت التحويلة مال اكس 1 واكس 2 حسب خاصية اللينيرتي. نرجع وين نعوض هذه؟ نعوضها هنا بهذا السيكونس. راح نقول 3 حسب هذا الديفينيشن 3 في اكس 1 اكس 1 هذه التحويله مالته. اذا 3 في 1 اذا 3 على هذا المقدار 1 ناقص 2 زد اس ناقص 1 ناقص 4 على 1 ناقص 3 زد اس ناقص 1. اوكي التحويله سهله. بقت الار او سي عندي هنا الار او سي للجزء الاول اكبر من 2 للجزء الثاني اكبر من 3. اذا لازم اوجد رينج لزت ار او سي لزت يحقق التو سيكونس التو بارت. اذا اجي ارسم السيكونس الاول ار او سي مالته اكبر من 2 اذا هذه حدوده اكبر من 2 حدود الدائره النصف القطر ار 1 اكبر من 3 دائره اكبر اذا هذا. فاذا اجي اخذ قيمه المفروض تحقق لي التو سيكونس. اذا اجي اخذها هنا راح يعني بمنتصف الدائرتين بهاي المنطقه معناها راح تحقق لي اذا اجي السيكونس الاول اكبر من 2 اذا هاي هنا هاي اكبر من 2 فعلا بهاي المنطقه الرصاصيه اكبر من 2 اذا حققت لي السيكونس الاول. بس من اجل السيكونس الثاني البارت 2 اللي هو هذا التحويله مالته 2.5 مثلا هاي القيمه هنا 2.5 اكبر من 2 بس هي مو اكبر من 3 اذا هذا ما راح يحقق لي يعني هاي القيمه اللي اخذتها هنا ما راح تحقق لي الجزء الاول بس الجزء الثاني ما تحقق لي لان الجزء الثاني هو الزيت اكبر من 3. اذا لازم اخذ منطقه واقعه خارج الدائرتين بحيث تحقق للجزء الاول مثلا خارج دارتين 3.5 اكبر من 2 واكبر من 3. اذا حتى يتحقق تو بارت لازم اختار قيمه لزيت واللي هي اكبر من 3. فالزيت اكبر من 3 راح تحقق لي التو سيكونس. اذا الار او سي راح يكون اكبر من 3. اكزامبل 3.2.2 ديترمان ذا زد ترانسفورم اوف اكس اوف الان كوساين اوميجا نوت ان يو اوف الان والساين اوميجا نوت ان يو اوف الان. راح نستخدم الار ايدنتيتي ذا سيجنال كان بي اكسبريسد يعني راح اخذ الكوساين اوجد لها تحويله زد. حسب ما نعرف بالرياضيات انه الكوساين ممكن كتابتها عباره عن تو اكسبوننشال اللي هو نوس اكسبوننشال جي اوميجا نوت ان جي الزاويه الموجوده هنا. طبعا هاي يو اوف الان موجوده هي خارج قوس بعدين دخلناها على الحدين زائد نصف اكسبوننشال ناقص جي اوميجا نوت ان. نلاحظ انه هنا الاس موجب وهنا الاس سالب. هذه حسب هذه المتطابقه الرياضيه. بعدين راح ناخذ كل جزء ونرمز له مثلا الجزء الاول راح نسميه اكس 1 والجزء الثاني اللي هو الاكسبوننشال السالب راح نسميه اكس 2. بعد ذلك راح ممكن نكتب هذا السيكونس بهالشكل اللي هو اكس اوف الان نصف وهذا رمزنا له باكس 1 زائد نصف اكس 2. بعدين راح نوجد حسب خاصية اللينيرتي
تحويل الزد. اذا عندي اكثر من حد مجموع مضروب بكونستانت، التحويله مالتهم راح تكون الكونستانت في التحويله مال الجزء الاول x1 of n x1 of z، نصف ينزل النصف x2 حسب هذا التحويل. اذن راح نوجد التحويله مال x1، x1 فرضتها هو الاكسبوننشال j اوميجا نوت n. نتذكر تحويله مال الفا اس ان يو اوف الان، واحد على واحد ناقص الفا زد اس ناقص واحد. اذا الار او سي اكبر من مطلق الفا، ماجنتود الفا. فاذا نجي هنا الالفا بمثابه الاكسبوننشال نفسه، اكسبوننشال زائد او الناقص جي اوميجا نوت. طبعا نفرض انه هذا هو الالفا، زين راح ناخذ ماجنتود الفا. ماجنتود الاكسبوننشال هو عباره عن كوساين سكوير زائد ساين سكوير، ونعرف كوساين سكوير زائد ساين سكوير بالرياضيات يساوي واحد، متطابقه مثلثيه. إذن الماجنتود مال اكسبوننشال يساوي واحد، تمام. إذا نرجع شوية نلاحظ x1 اكسبوننشال j أوميجا n u of n، هذه راح نكتبها نشبهها بهذا السيكونس، العفو بألفا أس n u of n. إذا قدرت أكتبها بهالشكل إذا قدرت أوجد لها التحويلة، لأن أنا أعرف كل ألفا أس n u of n تحويلة مالتها واحد على واحد ناقص ألفا z أس ناقص واحد. إذا نكتب x1 of n هي exponential j omega not الكل أس n u of n. إذا نرجع نضرب هذا الأس في هذا الأس راح ترجع نفسها exponential j omega not n. اذا شوية ترتيب بسيط نحصل هذا حولناه الى يعني ترتيب بسيط، رفعنا الاس فوق exponential j omega not اس n، كتبناه بهالشكل حتى نشبهها بالفا اس n. اذا اصبح هذا هو بمثابة الفا او يساوي الفا حسب الفرضية اللي فرضتها انا هنا. إذن ألفا أس إن يو أوف الإن تحويلة مالتها راح تكون إكس وان إكس وان كابتل أوف الزت واحد على واحد ناقص ألفا. هنا الألفا شقد؟ الألفا إكسبوننشال جي أوميجا نوت، نعوضها زت أس ناقص واحد. إذن الآر أو سي هي ماجنتيود زت أكبر من الفا، ماجنتود الفا، ماجنتود الفا شقد؟ هذا بالرياضيات اكسبوننشال ماجنتود اكسبوننشال قلنا واحد، اذا اكبر من واحد. بنفس الطريقه اكس 2 اوف الان الجزء السالب، خلينا الاكسبوننشال والكل رفعناه اس ان، اذا نرجع الان تصير exponential ناقص j omega not n، مجرد انه ترتيب بسيط رفعنا الاس يعني اس نوبل كل اس u of n راح تكون التحويلة واحد على واحد حسب هذه، واحد على واحد ناقص الفا. هناش قد هالمرة؟ هالمرة ناخذ الجزء السالب و r o c نفسه. اذا التحويلة بس تحويلة الكلية حسب هذا راح تكون هي نصف ينزل النصف و x1 of z التحويلة مالت x1 of z هذا الجزء هم ينزل ونصف و x2 of z هذا x2 هاي التحويلة. والROC هو واحد متشابه ناخذ واحد منهن هذا الROC. بعد ذلك هسه هنا انتهت التحويلة، يعني اجراء عمليات بسيطة بالرياضيات انه هنا نسحب النصف عامل مشترك، فاذا عندي مقامين مختلفات واريد اوجدهن اقول الاول في الثاني، القوس الاول في القوس الثاني، المقام في المقام يعطيني مقام، ومقام الثاني في بسط الاول. انتبه لي
ضرب كسور راح يعطيني واحد ناقص الفا اس ناقص واحد جي اوميجا نوت زد اس ناقص واحد، ومقام الاول في بسط الثاني كأنما طرفين في وسطين، طبعا زائد هاي الإشارة الزائد، فهذا المقام في واحد راح يعطينا هذا المقام. بعد فك الأقواس الواحد في هذا الواحد والنوب في الحد الثاني، والحد الثاني من القوس الأول في الحد الأول، والحد الثاني في الحد الثاني، أفتح الأقواس وأعزل المتشابهات، راح بالمقام هم نفس الشيء. بعد ذلك أجمع المتشابهات، حدود المتشابهة، حصل بهالشكل. هنا بما أنه ظهر عندي نصف exponential موجب ونصف exponential سالب، أرجع أعوض عنه بكوساين، يعني مثل ما كان عندي كوساين حولته إلى 2 exponential مضروبات في نصف، هنا أرجع أحوله أرجع للكوساين، راح يصير واحد واحد ناقص زيت أس ناقص واحد كوساين أوميجا نوت على هذا، أيضا هو كوساين أوميجا. انتبه exponential J أوميجا نوت يعني الزاوية أوميجا نوت، إذا كوساين الأوميجا نوت ما بيها أن زين. إذا التحويلة صارت كوساين، تحويلة الكوساين هي طبعا كوساين مضروبة في اليو أو في الأن، هذه التحويلة واحد على واحد ناقص زيت وس ناقص واحد كوساين أوميجا نوت على هذا المقدار الار او سي زيت، هذا حفظ. بعدين من نخلص نوجد التحويلات لأهم السيكونس اللي ممكن تفيدني، راح نسوي تيبل يلخص لي هذه التحويلات بنفس الطريقة ونفس المتطابقة الرياضية. راح نستخدمها نوجد تحويلة السيكونس ساين. هنا ساين نقدر نكتبه واحد على اثنين جي، هم متطابقة بالرياضيات. واحد على اثنين جي تو اكسبونينشال، الاكسبونينشال الاول موجب والاكسبونينشال الثاني سالب. هنا اكو خطأ بالطباعة ايضا، هذا يلغى ما موجود، وهذا ايضا غير موجود، فهذا ايضا غير موجود، وهذا غير موجود، اضافته سهون. فراح تكون التحويلة العفو السيكونس كتبنا واحد على اثنين جي اكسبونينشال جي اوميجا نوت، هنا كتبنا تو اكسبونينشال. راح نبدي شوية نحور بالاسس انه هذا الجزء اللي هو exponential j omega not بعدين الكل اس n، هسه اذا نرجع الان نضربها بهذا الاس راح يرجع لي بهذه الصيغه اللي هي exponential j omega not n. هنا حتى نشبهها بالفا اس n، وانا اعرف الالفا اس n في اليو اوف الان التحويله مالتها اعرفها معلومه سابقا، هذه ايضا الاس. إذن التحويلة مال الجزء الأول هذا النصف ينزل، تحويلة مال الجزء الأول exponential j omega not u of n التحويلة مالتها واحد على واحد ناقص ألفا، الألفا هنا شقد هسه؟ الألفا هي راح تساوي exponential j omega not في z أس ناقص واحد، الناقص ينزل، والتحويلة مال الجزء الثاني واحد على واحد ناقص ألفا أس هنا إيش قد الألفا؟ الألفا إكسبونينشال ناقص جي أوميجا نوت في زد أس ناقص واحد، الـ ROC هي ماجنتود إكسبونينشال جي أوميجا نوت زائد ناقص طبعا راح يكون واحد. أوكي، بنفس الطريقة السابقة اللي استخدمناها بالكوساين ممكن نتبعها نحصل على تحويلة بنفس العمليات الجبرية والتبسيط، نحصل على يعني نبسط هذا الكسر نحصل على تحويلة الساين اللي راح تكون زد أس ناقص واحد ساين أوميجا نوت، والمقام نشوفه متشابه، هاي تسهل عملية الحفظ، تحويلة الساين والكوساين المقام متشابه زين، والآر أو سي أيضا متشابه، فقط المختلف هو البسط، هنا كوساين وهنا ساين.
الخاصية الثانية التايم شيفتنج، إذا كان عندي سيكونس معين X of N تحويلة مالته X of Z، فنفس السيكونس لو شفتنا يمين يسار زائد ناقص تحويلة Z راح تكون هي نفس تحويلة Z مال السيكونس X of N، يعني نفسها X of Z لكن مضروبة في Z أوسل شيفتنج. إيش قد الشيفت هنا؟ K، يعني Z أس K سواء زائد هنا راح يصير زائد، ناقص هنا يصير Z أس ناقص K بنفس التحويلة مالت السيكونس X of N. راح ناخذ هذا الإكزامبل. By applying the time shifting property, determine the Z transform of the signals X2 و X3 from the Z transform of X1. يعني منطيني سيكونس X1 1 2 3 1 2 5 7 0 1 0 هنا عند الواحد، ومنطيني سيكونس آخر X2 نفس عناصر السيكونس الأول والثالث أيضا 1 2 5 7 0 1 نفس عناصر السيكونس الأول، لكن نلاحظ أنه السيكونس الثاني إيش قايل لي؟ هو قال لي أوجد لي السيكونس تحويلة مال السيكونس الثاني والثالث من تحويلة السيكونس الأول، فإحنا نوجد تحويلة السيكونس الأول ونشوف شنو علاقة الثاني بالأول والثالث بالأول، شنو العلاقة؟ أكيد أكو علاقة شيفتنج. فلاحظ بسهولة أنه الـ X2، هذا الـ X2 نفس الـ X1، هسه السهم ثابت، إذا نحرك عناصر السيكونس الأول نحركها إلى جهة اليسار، تحريك إلى جهة اليسار بمقدار 2 راح يصير السهم، السهم طبعا ثابت، راح يصير السهم يأشر لي على الخمسة. إذا السيكونس الثاني هو عناصر السيكونس الأول X1 زين، بس مشفتة إلى جهة اليسار بمقدار 2، شيفتنج إلى جهة اليسار معناه إشارة موجبة. نلاحظ عناصر السيكونس الثالث هو نفس عناصر السيكونس الأول، السهم ثابت، ناس سهم ثابت، والعناصر نشفتها بمقدار 2 لذلك ضفنا صفرين هنا الى جهة اليسار. اذا نقدر نكتب السيكونس الثالث X of 3 هو السيكونس الاول مشفت الى جهة اليمين بمقدار 2 والى جهة اليمين، لذلك ظهرت لي اشارة سالبة هنا. اذا من هذا السيكونس وهذا السيكونس استنتج X2 و X3. اذا هسه هنا حتى اطلع تحويلة مال X2 لازم اطلع تحويلة الاول وشفتها بمقدار 2 حسب خاصية الشيفتنج استخدمها زين، اقدر اطلع السيكونس الثاني فاستخدم العلاقة اللي هي الديفينيشن اللي استخدمناها هنا، راح يكون لازم اوجد تحويلة مال X1 من الديفينيشن، هذا X1 تحويلته X حسب هذا السوميشن X of 0 Z of 0 X of 1 Z to the power minus 1 وهكذا. راح تكون التحويلة مال السيكونس الأول أخذناها سابقا X1 1 زائد إلى آخره Z أس ناقص 5. هنا نلاحظ الـ ROC بما أنه أسس سالبة، والأسس السالبة مثلا ناخذ Z أس ناقص 5 على سبيل المثال، Z أس ناقص 5 يعني 1 على Z أس 5، هنا حالة واحدة اللي هي Z إذا كانت تساوي صفر إذا راح تكون قيمة غير معرفة، إذا الـ ROC هو كل قيم Z تبلين ما عدا Z تساوي صفر، لذلك هنا قلنا الـ ROC للـ X1 of Z راح يكون كل القيم ما عدا Z تساوي صفر. إذا أرجع للعلاقة اللي استنتجناها X2 of N X1 of N زائد 2، هنا راح أستخدم خاصية الشيفتنج. ارجع خاصية الشيفتنج شو تقول؟ X of N زائد K هنا راح تكون N زائد 2، يعني Z أس 2 في X of Z. X of Z أنا استنتجتها
هنا راح تكون x2 هي z للتحويله مال x1 اوف الان زائد 2. ومن الديفينيشن مال التايم شيفتنج اللي هو 3 2 2 تو رجعنا له، اذا x2 راح يصير z اس k في تحويله z مال x1. z اس 2 هنا k تساوي 2 z اس 2 z اس 2 ناخذ الاس الموجب في التحويله اللي وجدناها مال x1 x اوف z. نرجع نخلي z اس 2 التحويله هذه نجيبها هنا، ندخل هذا على هذا القوس كله، راح نحصل على هذا السيكونس. اذا التحويله مال x2 بخاصيه التايم شيفتنج زين حصلناها. نلاحظ هنا اذا ظهر لي اس سالب اذا نستثني z تساوي صفر، واذا ظهر لي اس موجب، اس الموجب z اس 2، فلو كانت هنا z تساوي انفينيتي، z انفينيتي اس 2 يعني انفينيتي، اذا هذه قيمه غير معرفه نستثني. اذا ظهرت لي اس موجب وسالب نستثني z تساوي انفينيتي والz تساوي صفر، واذا ظهر لي z موجب اس موجب نستثني فقط except فقط z تساوي انفينيتي. اما اذا ظهرت لي اس سالبه فقط نستثني مثل ما ذكرنا z تساوي صفر. بنفس الطريقة تايم شيفتنج هنا راح يكون عندي اكس 3 هنا الاس ناخذه سالب لان اكس 3 اكس 3 وينها اكس 3 اكس 3 هي اكس 1 ان ناقص 2. اذا حسب تايم شيفتنج راح تكون z اس 2 في التحويله مال x1 اس ناقص 2 العفو z اس ناقص 2 في التحويله. نفتح هذا القوس ونشوف ظهور اس السالبه اذا نستثني z تساوي صفر فقط. ان شاء الله الامثله بسيطه، هوم ورك بسيط. عندك سيكونس، هذا السيكونس x1، وعندك سيكونس اخر x2 x3. نشوف السيكونس x2 x3 هو نفسه السيكونس الاول نسخه طبق الاصل ما عدا شيفتنج، عمليه شيفتنج صايره بنفس المثال طريقه المثال السابق. اوجد لي تحويله z لx2 x3 من تحويله z لx1 واستخدم خاصيه التايم شيفتنج.